السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من لجنة التربية النيابية بخصوص العام الدراسي الجديد. لجنة التربية تكشف عن معلومات أولية صادرة من هيئة الرأي بوزارة التربية تشير إلى أن انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون في الأول من تشرين الثاني المقبل وبشكل حضوري، ورجت اللجنة أن يتم الإعلان عن هذا الأمر بعد انتهاء الامتحانات الوزارية للسادس الإعدادي. توضيح لهذا الخبر، هذا الخبر من لجنة التربية تكشف عن معلومات أولية، يعني مو قرار رسمي، لا معلومات أولية من هيئة الرأي تقول انطلاق العام الدراسي الجديد بالأول من تشرين الثاني وشكل حضوري. هاي ورا شو وقت، يعني ورا انتهاء الامتحانات الوزارية لطلبة الصف السادس الإعدادي، ويقررون يعني شلون يكون الدوام او شلون يعني يا يوم او يا شهر. فلحد الان تقول لجنة التربية التشرين الاول من تشرين الثاني المقبل وبشكل حضوري، مثل ما قلت مو قرار رسمي، معلومات نقول معلومات اولية. ان شاء الله التوفيق.